الشغل فيه وايه الشكل بعد كده. انا مسألت ففي الاخر، في الاخر ان شاء الله لو عندنا وقت ممكن نتكلم ربع ساعه الكلام ده، لكن دلوقتي المين فوكس بتاعنا ان شاء الله عاملين على ايه؟ على ان احنا نبص على المنهج بتاعنا. المنهج بتاعنا يا شباب في لاب، المنهج بتاعنا يا شباب لاب الكترونكس هو عباره عن 7 اكسبيرمنت. خلاص اول واحده اللي هي السي ار او، وبعد كده عندنا الدايو، وبعد كده عندنا ايه؟ الترانزستور، الترانزستور امبليفاير، اوب ام ابلكيشن، الترانزستور امبليفاير، فلتر، وصلت اهي 3 5 6 دول كام اكسبيرمنت يا شباب؟ 7 اكسبيرمنت. ممكن نتسال في اي واحده فيهم؟ يعني ما تخش اللاب هنلاقي اي واحده فيهم؟ لا، هتخش اللاب هتلاقي اي واحده من سته. ليه يا باشمهندس؟ لان السي ار او دي مش اكسبيرمنت، دي اصلا هنتسال فيها في كل التجارب. باشمهندس يعني انا اوعدك ان انت عمرك شنطه مش شايف؟ مش شايف من الشنطه. لا لا لا، شنطه شنطه. طيب الاكسبيرمنت بتاع السي ار او يا شباب ما هياش اكسبيرمنت، بمعنى ان انت عمرك ما هتلاقي عمرك ما تخش اللاب وعد مني تلاقي بس سي ار او قدامك ومفيش اي حاجه ثانيه. لازم لازم ايه؟ لازم نحتفل بيك، وبالتالي لازم ايه؟ لازم تلاقي حاجه ثانيه ايه؟ مع السي ار او. بس لازم برضه وعد مني اي اكسبيرمنت هتخش عليها لازم هتلاقي عليها ايه؟ سي ار او. دي الحقيقه ان السي ار او هو اهم حاجه في الحاجه الحقيقه. ليه هو اهم حاجه؟ عشان سي ار او ده جزء لا يتجزا من الجزء اللي انت هتعمله عملي، والجزء اللي المعيد هيسالك فيه، والجزء اللي الدكتور هيسالك فيه. هو جزء لا يتجزا من الثلاث حاجات دول. طيب ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل يوم الامتحان؟ ايه اللي بيحصل يوم الامتحان؟ اللي بيحصل يوم الامتحان بمنتهى البساطه الحاجات بتيجي الصبح مش عارف اي حاجه، تلاقي نفسك مثلا احمد محمد مش عارف ايه، احمد مش عارف ايه، طب كده اهو في اتصالات بس، تعرف امتى؟ قبليها بخمس دقايق، قبليها بربع ساعه، قبليها بنص ساعه، لكن لا اكتر من كده. خلاص؟ تقول انا مذاكر باور انا مش عارف ايه، مفيش، مفيش حاجه اسمها تغيير، يعني تغيير الاقسام مفيش، الكلام ده مش موجود. جوه بقى ده موضوع تاني. خلاص؟ فانت تلاقي نفسك ايه؟ خلاص فضل الله ما شاء فعل، هي ايه؟ جاي معمل اتصالات. هتعمل ايه؟ 7 7 7 7 او 6 6 او 8 8 بيزد على عدد السيت ابس اللي احنا نتفق عليها ما بين الاقسام، يخشوا اللاب مره واحده. الناس دي بتعمل ايه؟ بتعدي على ايه؟ بتعدي على معيد، بتعدي على دكتور، بتعدي على معيد، بتعدي على خلاص. والله نفس الشيء في بقيه الاقسام، انتوا بس اللي ظابطين الاقسام. طيب لا لا مش هينفع، انا عندي صوت. شباب شباب لو سمحتوا. طيب المعيد ده جاي يعمل لك ايه؟ جاي يعمل لك ايه؟ جاي يشوف هينقصك كام درجه من 10. لا هو جاي يعمل ايه؟ هو جاي يسالك في الايه؟ في النولج بتاعت مين؟ في النولج بتاعت السي ار او والفانكشن جنريتور. خلاص؟ وجاي يسالك في النولج بتاعت الاكسبيرمنت اللي قدامك. خلاص؟ وجاي يسالك في النولج بتاع بقيه الاكسبيرمنت. من الاخر والله موضوع ماشي. في الاخر هو جاي يسالك يا شباب في كل حاجه بتتعرف. هو جاي يسالك كل حاجه. مش معنى ان انت جالك لاب فور اكزامبل اتصالات، وانت دخلت لاب اتصالات وانت مثلا بتستغل تجربه الفلتر، لان انت مش فاهمها وطبيعي مش هتفهمها، ده شيء طبيعي. تمام؟ وجات لك تجربه الفلتر ان ايه؟ ان ده السؤال الوحيد اللي هيبقى عندك. خلاص؟ لا انت هتلاقي معيد بيسالك حاجات ثانيه من ضمن حاجات التجربه. اكشلي اللي بيحصل العكس.
ان انت بتخش وتلاقي على بنش في سؤال معين وحاجه براكتيكال تعملها. عاده المعيد بيبقى عاوز يسالك في حاجه تانية عشان يشوف النولج بتاعتك في حاجه تانية. فبالعكس هو ممكن تكون اسئلته في الحاجات التانية ايه مختلفه عن ايه مختلفه عن الكلام ده. تمام، ممكن يقول لك مثلا ايه انت شغال في الفلتر يسالك حاجه في السي ار او، يسالك حاجه في يسالك حاجه في الاوب امب ابلكيشنز، يسالك حاجه في الثلاث فاكسات، يسالك حاجه في الاي سي ماشين، اي حاجه. تمام، المهم يعني عايز انت مذاكر سؤال. السؤال الثاني بقى بعد ما تخلص الفيز دي هتقعد في اللاب، هتقعد في اللاب اراوند على حسب بقى نشوف اراوند ربع ساعه، تقعد على الاكسبيرمنت، المعيد بيعدي عليك يسالك خمس دقائق يقول لك في كام زرار في السي ار او، يوم طب في كام زرار في فانكشن، طب كان على خلاص التجربه يوم حط الدرجه وماشي خلاص. ليه؟ لان احنا بنبتدي خلاص عاوزين ايه؟ عاوزين نخلص. فانت لازم ليه؟ لانها ما تعرفش منهجك،
وما درستلكش وهي مطالبه انها تسالك. فاقل يعني اقل حاجه تذكر انها تعمل ايه؟ في ريكوست تشوف ايه المنهج بتاعها وتسالك منه. خلاص؟ تمام؟ فناخد بالنا من الراجل ده، الراجل ده كويس جدا ولكن هو انفع في الجزء الايه؟ في الجزء النظري اللي هو بتاع ايه؟ اللي هو بتاع اخر السنه. خلاص؟ تمام يا شباب؟ طيب فالدكتور ده الحقيقه هيسالك في الالكترونكس نولج ايه كلها. طب باشمهندس احنا لا على كام بقى؟ احنا على 25 درجه. امتحان الاورال على 25 درجه. المفروض ان اعمال السنه بتاعتنا يا شباب 50 درجه يير وورك متقسمه على على 21 تجربه يعني 17 17 ماشي. المهم التدرج يعني وعندنا اورال ايه اللي 17 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 ايه اللي لو انت معاك نولج في السي ار او كويسه ما تقلقش. خلاص لو انت او ما تقلقش قوي يعني. لو انت ما عندكش نولج في السي ار او لا حاجه زي كده لازم ايه لازم تشتغل عليها لازم تبيل طب الموضوع. طب ابيل طب الموضوع ازاي؟ ان انت تقرا اللي في الكتاب ان انت تشوف الفيديو اللي مرفوع على اليوتيوب شانل اللي انا مش فاكرها هي ايه اصلا. ايوه معايا دي. ان انت تحاول تسمع شرح اي حد تسال اي حد زميلك تسال اي معيد ان انت تحضر اللاب كومبنسيشن اللي هو سبحان الله تقريبا بيحصل دلوقتي ولا باين النهارده من الساعه 1 تمام وهكذا. اللي احنا هنعمله النهارده هنعمل ايه؟ هنمشي على الاكسبيرمنت هنتكلم عليها بس الجزء الثيوريتيكال مش هناخده ايه؟ هناخده بويب كبير. هنتكلم اكتر على الجزء البراكتيكال زي ما قلنا مين اهم اكسبيرمنت عندنا؟ السي ار او. فهي دي مين؟ هي دي الاكسبيرمنت اللي احنا هنبدا فيها. هي دي الاكسبيرمنت اللي احنا هنبدا فيها. ليتر اون عاوزين نفهم المنهج يا شباب بيتوزع ازاي عندنا. السي ار او دي اكسبيرمنت فور ايفريثينج. خلاص؟ لما جينا نحط المنهج قال لك طيب الناس دي طالعه باك جراوند ايه؟ قال لك الناس دي طالعه باك جراوند انها واخده شويه دايت. خلاص؟ فنحط لهم ايه دول اللي هي الايه؟ دايت ابلكيشن. بعد كده افترض ان هو بقيه المنهج بتاعك، بقيه المنهج ده ان انت تدرس الايه؟ ان انت تدرس السنجل ستيج امبليفايرز خلاص؟ ثم تطور الموضوع للديفرنشال امبليفايرز، ولما تدرس الديفرنشال امبليفايرز تكتشف ان الديفرنشال امبليفايرز دي الانبوت ستيج بتاع الاوب امب، فتدرس الاوب امب والاوب امب ابلكيشنز، ومن ضمن الهاير اوردر ابلكيشنز بتاعت الاوب امب هي مين؟ هي الفلتر. والجزء الثلاث خمسات ده بس عشان انت بتدرسه برضه في نفس الايه؟ في نفس السنه بتاعتك. فالسيكونس اللي احنا هنمشي بيها هنعمل كده. هنتكلم على السي ار او ذا بيجست شونك يعني كتير من الوقت هنركز على موضوع السي ار او. موضوع الدايت بروبلي مش هنتطرق ليه غير بس لشويه نوتس انت في اللاب ممكن ما تاخدش بالك من ايه. وبعد كده هنتكلم على ترانزستور امبليفاير نخليه ديفرنشال نحطه جوه اوب امب نعمل اوب امب ابلكيشن. خلاص تمام اوكي. طيب اهم حاجه هي ايه زي ما قلنا السي ار او والفانكشنز دي. البيزك كويشن انا اصلا ليه محتاج سي ار او؟ انا محتاج سي ار او عشان انا عاوز اتفرج على السيجنالز. انا عندي اي سيركت شكلها مثلا فور اكزامبل عامل كده اي منظر خلاص وانا بدخل انبوت سيجنال وعاوز اتفرج على اوتبوت سيجنال. الانبوت سيجنال والاوتبوت سيجنال دي فانكشن من ايه؟ يعني الاكس اكسيس بتاعها هو مين؟ تايم. الواي اكسيس بتاعها هو فولتج. انا عاوز اتفرج على السيجنالز دي عشان اقارن الفيز شيفت عشان اعمل اسسمنت للجيم عشان اشوف الديستورشن عشان اشوف الليفل بتاعها الدي سي اوفسيت وهكذا. خلاص انا عاوز ابص على السيجنالز اتفرج عليها عشان اقدر احكم على السيركتس اللي عندي. خلاص فانا عشان اعمل كده محتاج ايه؟ محتاج يبقى عندي ايه؟ سي ار او. سي ار او بيفانكشن ازاي؟ بثيري بسيطه جدا ان انا لو عندي تو بليكس والتو بليكس دول مشيت ما بينهم الكتريك فيلد كده اهو الالكتريك بيتحرك ازاي؟ بيتحرك من بليت للبليت الثانيه بالايه؟ بعكس اتجاه الالكتريك فيلد. طيب لو الالكتريك فيلد ده موديليتد يعني هو واخد شكل السيجنال بتاعي الالكترون هيعمل ايه؟ حركته هتاخد شكل السيجنال بتاعي. طب انا عاوز لما الالكترون ياخد شكل السيجنال بتاعي يروح يعمل ايه؟
يروح يحضر في شاشة وينور شوية. ليه ينور شوية؟ عشان انا اقدر اشوفه بعناية. خلاص، ولما الالكترون فيلد يتغير الالكترون اللي هيخبط اللي بعديه مكانه يتغير، فالرسمة كلها ايه؟ تبان قدامي. فعشان اعمل حاجة زي كده بمنتهى البساطة بيبقى عندي ايه؟ بيبقى عندي لازم يبقى عندي ايه في الاول؟ سورس اوف الكترون، خلاص، اللي هو الكترون جن، اللي هو من الاخر فيلمنت انت بتدي له كرنت بيطلع لك ايه؟ الكترون. الالكترونز اللي هتطلع دي تطلع في اي اتجاه؟ لا، انت لازم تتحكم فيها. فقبل ما تتحكم فيها هو بيطلع بيم اوف الكترونز. البيم ده انت عاوز تخليه ايه؟ عاوز تخليه نارو قوي، عاوز تخليه شارب عشان تقدر ترسم بيه. فانت بتلاقي في حاجه بتعمل ايه؟ بتلاقي في حاجه بتعمل فوكس، تلاقي في حاجه بتعمل ايه؟ فوكس. طيب عدد الالكترونز اللي طالعه دي بتحكم فيها ازاي؟ في حاجه هنا اهو اسمه زد امبليفاير. زد امبليفاير ده من الاخر هو بيغير الكرنت اللي ماشي في الفيلم. فالكرنت كل لما يزيد في الفيلم كل لما عدد الالكترونز اللي طالعه تعمل ايه؟ تزيد. فتلاقي هنا اصلا زرار في سي ار او اسمه الانتنسيتي. اسمه ايه؟ الانتنسيتي. زد ايه؟ زد، عشان ده اتجاه زد امبليفاير. كمل. بيعمل ايه؟ بيزود عدد الالكترونز اللي طالعه، وبالتالي النقطه اللي انت شايفها قدامك دي تلاقيها ايه؟ تلاقيها كوندنسد اكتر. عايز تسيبيه هنا؟ طيب. طيب انا دلوقتي عرفت ان انا اخرج الكترونز، وعرفت ان انا اتحكم ان الالكترون بيم ده يبقى صغير، فاضل لي ان انا اعمل ايه؟ اعمل لها ايه؟ استرها فوق وتحت واسترها يمين وشمال. ابص انا نفسي اعمل ايه اصلا؟ انا نفسي ارسم الرسمه دي، خلاص؟ الرسمه دي مين الواي اكسس بتاعها؟ فولت، ومين الاكس اكسس؟ تايم. تايم، خلاص؟ فانا عاوز عشان استرها فوق وتحت استرها بالايه؟ بالفولتج. طب ما الموضوع بسيط جدا، خلاص؟ انا اصلا لو حطيت الفولت ده على تو بليتس هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي الكتريك فيلد لينير مع الفولتج ده، وبالتالي الايه؟ الواي كل اللي انا محتاجه في الواي ان انا اعمل ايه؟ ان انا احط بليتس كده اهو. ان انا احط بليتس كده اهو، والبليتس دي اوصلها على طول بالفولت بتاعي، خلاص؟ لو انا وصلت البليتس دي بالفولت بتاعي على طول، الالكتريك فيلد اللي ماشي هنا اهو هياخد شكل الفولتج بتاعي. تمام؟ صح؟ سليم؟ طب بالنسبة للإكس أنا عاوز أعمل إيه؟ أنا عاوزه إيه؟ عاوزه تايم. طب عشان أنا عاوزه تايم يبقى أنا محتاج إن أنا أعمل إيه؟ محتاج إن أنا أخلق سيجنال، محتاج إن أنا أخلق سيجنال بروبورشنال مع التايم وأحطها على إيه؟ وأحطها على البليتس دي. طب الأول لازم أتليست يكون عندنا البليتس أصلاً. اكس بليتس، خلاص؟ والاكس بليتس دي لازم اعمل فيها، ودي واي بليتس، دي اكس بليتس، دول كده ودي واي بليتس، والاكس بليتس دي بليتس دي لازم احط عليها ايه؟ سيجنال بروبورشنال مع التايم، خلاص؟ طب انا لو عملت كده، عملت زودت الانتنس بتاعت الالكترون، عملت لها فوكسنج، اتحكمت فيها في الفيرتيكال اكسيز عن طريق الايه؟ عن طريق الفولتج، وفي الاكس اكسيز عن طريق سيجنال بروبورشنال مع التايم، يبقى انا قدرت ان انا اعمل ايه؟ ان انا ارسم ان انا استير الالكترون في الشكل اللي انا عاوزه. عشان الالكترون ده يظهر قدامي لازم يبقى عندي ايه في الاخر؟ لازم يبقى عندي سكرين، والسكرين دي عندها ايه؟ عندها بريزيستنس. يعني ايه بريزيستنس؟ عندها بريزيستنس يعني استدامه، يعني لما الالكترون يروح يخبط في نقطه يفضل منور لمده فتره عشان انا اعرف ان انا ايه؟ ان انا اشوف الرسمه على بعض، مش تشوف كل نقطه بتنور ايه؟ لوحدها. خلاص؟ باشمهندس انا حته معلش. ده مين؟ سيارو. ده السيارو بتاعنا، خلاص؟ ده السيارو بتاعنا. احلى حته اللي هي بتاعت السكرين. حاضر، انا دلوقتي عامل السير اللي هي فوق وتحت ويمين وشمال، ليه؟ عشان اتفرج على رسمه، عشان انا اشوف الرسمه دي قدامي يا محمد، خلاص؟ محمد؟ احمد. عشان انا هو دايما بيطلع محمد. تمام؟ عشان انا اشوف الرسمه دي قدامي يا احمد، لو الالكترون عندي بيخبط في الشاشه ويختفي لحظيا، انا اشوف نقطه ثم نقطه ثم نقطه ثم نقطه، دماغي مش هتلحق تربط انها ايه؟ شكل كونتينيوس ثابت قدامي. بس عشان اشوف شكل كونتينيوس ثابت قدامي وانا اون سبيسيفيك تايم بخبط في نقطه واحده من السكرين، لازم السكرين دي لما يتخبط في نقطه ايه اللي يحصل؟ تفضل منوره فور سمت فور سيرتن ايه؟ بيريد اوف تايم، خلاص؟ تفضل منوره فور سيرتن ايه؟ بيريد اوف تايم. تمام؟ طيب خلاص تمام. نعم؟ ده امبليفاير امشي كرنت ومطلع الكترون.
شباب 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 مش هنزيل مش هنزيل. طيب كويس جدا فاضل لي. حاضر استاذنك بس شباب ممكن نسال بكل حاجه بس لو حد عنده سؤال مش ملح لهذه الدرجه ممكن ناجله شويه لان انا ممكن ان انا اقوله والسبب الثاني عشان ايه ممكن نقعد بعد الايه لو فينا نفس يعني ممكن نقعد بعد الايه بعد الايه بعد اللي احنا بنعمله ده مش عارف اسميها ايه لكشر. خلاص المهم ان انا دلوقتي عاوز اخلي على الوايت بليتس ايه السيجنال وعلى الاكس بليتس سيجنال بروبورشن مع التايم. عشان اخلي على الوايت بليتس السيجنال كل ما عليا ان انا اعمل ايه ان انا ادخل السيجنال على الوايت بليتس. طب السيجنال دي عباره عن ايه؟ فولت. طيب انا هاخد الفولت ده عن طريق كروب بس السيجنال دي لما تظهر قدامي على السكرين انا عندي سكرين اهي خلاص عندي سكرين لما تظهر قدامي على السكرين عاوزها تظهر كده اهو ولا عاوزها تظهر كده اهو ولا عاوزها تظهر اكبر ولا بتاع يبقى لازم يبقى عندي في الواي ده حاجه اسمها واي امبليفاير. واي امبليفاير دي بتعرفني كل ديفيجن عندي في السكرين بتمثل ايه بتمثل كام فولت. خلاص لازم يبقى عندي هنا ايه لازم يبقى عندي هنا واي امبليفاير. حاجه ثانيه انا اكلف نفسي واعمل سي ار او. طب انا من ضمن الحاجات اللي انا بحلم ان انا اعملها بالسي ار او ان انا اكمبير بين اثنين سيجنالز يعني ايه اقسم الاثنين على بعض اطرح الاثنين من بعض ارسم الاثنين مع بعض واشوف فرق الفيز فرق الامبليتيود وهكذا. يبقى انا عاوز كام شانل؟ يبقى انا عاوز مينيمم اثنين شانلز. الحقيقه في سي ار او فيها 8 و10 و16 شانل. طيب دلوقتي الالكترون بيم ينفع ان انا ادخل الاثنين شانلز مع بعض على الالكترون اللي هنا؟ لو انا دخلت الاثنين شانلز مع بعض على الالكترون اللي هنا الالكترون ده هيعمل ايه؟ ولا هياخد الفولت بتاع الاولانيه ولا هياخد الفولت بتاع الثانيه، هياخد الكومبوننت اللي هي الريزلتنت بتاعها وبالتالي هيروح ياخده في مكان ثالث خالص ويرسمني رسمه واحده والرسمه الواحده دي مختلفه تماما، لا انا عاوز ارسم الرسمتين مع بعض، ازاي ارسم الرسمتين مع بعض؟ ادي انا عندي اهو شانل الاولانيه انا عندي شانل الاولانيه اهي اللي هي مثلا واي 1 وعندي شانل ثانيه واي 2، انا عاوز ارسم واي 1 يبقى المفروض ان انا احط ايه؟ واي 1 على الواي امبليفاير، عايز ارسم واي 2 احط واي 2 على الواي امبليفاير، طب عاوز ارسم الاثنين مع بعض اعمل ايه؟ شويه شويه بالظبط انستنتينيوسلي ما اقدرش ان انا احط نفس الفولت على الاثنين مع بعض، بس في بقى حاجه ممكن ان انا اعمل ايه؟ ممكن ان انا اقوم مقلب بتوين التو شانلز بسرعه والسرعه دي عيني لا تدركها، فبالتالي انا وسنس السكرين بتاعتي عندها ايه؟ ريزيستنس فانا هتلاقي شفت ايه؟ شفت الرسمتين ايه مع بعض. فيبقى عندنا هنا ايه؟ الكترونيك سويتش الكترونيك سويتش ده بيعمل ايه من الاخر؟ طب بدخل له سيجنال السيجنال دي بي ايه؟ بيقلب بين الاثنين شانلز. طب لو انا شغلت السيجنال سكوير ويف كده هو هيعمل ايه؟ شانل 1 شانل 2 شانل 1 شانل 2 شانل 1 شانل 2 بسرعه عاليه وبالتالي انت تشوف شانل 1 وشانل 2 هما الاثنين ايه؟ مالهم؟ ظاهرين قدامك. طب افرض انا شانل 1 دي انا عندي امبليفاير والجيم بتاعه بمليون. ايه ده يا باشمهندس هو ينفع الامبليفاير يبقى الجيم بتاعه مليون؟ اه ماله ايه المشكله؟ مفيش اي مشاكل الجيم بتاعه مليون وعاوز ارسم الاثنين مع بعض اشوف سيجنال قد كده وسيجنال من هنا لحد الحيطه ينفع؟ لا انا لازم انا عاوز اتحكم في كل تشانل ايه السكيل بتاعها ايه اندبندنت على التشانل الثانيه. خلاص كل واحده فين؟ كل واحده بالايه؟ بالسكيل بتاعها. عشان اخلي كل واحده بالسكيل بتاعها يا محمود اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لازم كل واحدة